الرابع أو الخامس عفوا في الرقاب. في الرقاب هم العبيد المكاتبون الذين يكاتبون أسيادة على أساس يكون حرا، فيريد أن يكون حرا فيحتاج مالا ليدفعه لسيده. هذا قال له في الرقاب، أي في تحرير الرقاب، في تحرير الرقاب. هؤلاء أيضا يجوز أن يعطوا من الزكاة ليتحرروا من الرق. وأدخل أهل العلم فيهم الأسرى، لأن الأسير كالعبد مسجون محبوس، فحتى تطلق حريته قالوا لا بس أن تدفع من الزكاة أموال للكفار لتخلية الأسرى من المسلمين. هذا الخامس.